بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وحشتونا مع ابن البيت. نستمر في رسالتنا معاكم في بناء هذا البيت، البيت المسيحي. النهاردة الحقيقة عايزين نتكلم مع بعض في موضوع غاية الأهمية. إزاي نتكلم مع بعض؟ إزاي نناقش موضوع مع بعض؟ إزاي نتحاور مع بعض؟ ازاي نتواصل مع بعض؟ الحقيقة قبل ما ادخل في تفاصيل الحوار البشري او الحوار بين الزوجين او بين اب وام وولادهم، عايز احط الصورة المثالية للحوار قدامنا الاول، وهي حوار المتبادل بين الله والانسان. وبالاكثر دور الله في الحوار مع الإنسان. أنا عايز أحط قصتين صغيرين من الكتاب المقدس نشوف الله الغير محدود، الإله الخالق، إزاي بيتحاور مع الإنسان. والإنسان ممكن في ردوده يبقى ردود مثيرة أو ردود مبالغ فيها أو ردود لا تتوافق مع الإرادة الإلهية، ومع ذلك إزاي ربنا بيتعامل معاها؟ ما هو مش كل اللي هتسمعه من شريك حياتك هيعجبك أو يتوافق مع رأيك، فإزاي هتتعامل مع الاختلاف في الحوار، الاختلاف في الفكر؟ هو ده اللي أنا عايز أحطه قدامكم النهاردة في الحلقة دي. الحوار، ربنا يدعونا للحوار، هو اللي بيقول لنا تعالوا نتكلم مع بعض. نقول ايه؟ هلما نتحاجج، يقول الرب، بيقولها في اشعياء 1:18، نتحاجج يعني تعالوا نتحاور، تعالوا نتكلم مع بعض يا اخي، تعالوا نتناقش، تعالوا نتفاهم، تعالوا نشوف مثال او مثالين للتفاهم الالهي مع الانسان. الاولاني هنجيبه من سفر الخروج 18، سفر الخروج الإصحاح 18. إيه الحكاية؟ الله ظهر لأبونا إبراهيم ووعد أبونا إبراهيم إنه في السنة اللي بعدها هيكون عنده نسل، وشفنا كرم أبونا إبراهيم في تعامله مع الله. وربنا كان معاه 2 من الملائكة، وأما بقول الله ظهر لإبراهيم، هو ده أحد الظهورات الإلهية للإبن الكلمة. المهم، وبعدين وهو ماشي يقول الكتاب: وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم، فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية، ويتبارك به جميع أمم الأرض، لأن عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا، لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. وقال الرب: إن سرق سدوم وعمورة قد قصر وخطيتهم قد عظمت جدا، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب سرقها الآتي إلي، وإلا فعلم. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 برا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفع عنه من أجل 50؟ ولا تصفع عنه من أجل 50 برا الذين فيه؟ حاش لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم. حاش لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ فقال الرب: إن وجدت في سدوم 50 برا في المدينة، فإن أصفح عن المكان كله من أجلهم.
فأجاب إبراهيم وقال: إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، ربما نقص الخمسون برا خمسة، أفتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال: لا أهلك إن كان من 45. فعاد يكلمه أيضا وقال: عسى أن يجعل هناك 40. فقال: لا أفعل من أجل 40. فقال: لا يسخط المولى، فتكلم، عسى أن يوجد هناك 30. قال: لا أفعل إن وجدت هناك 30. فقال: إني قد شرعت أكلم المولى، عسى أن يوجد هناك 20. فقال: لا أهلك من أجل 20. فقال: لا يسخط المولى، فتكلم هذه المرة فقط، عسى أن يوجد هناك 10. فقال: لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم، ورجع إبراهيم إلى مكانه. تعال حبايبي بقى، أنا عايز الحقيقة أحلل القصة دي حوار بين أكبر وأصغر، وأتخيل أن أنا حسقت هذا الحوار كحوار بين أب وابنه، أو بين زوج وزوجته. تعال نشوف أول شوية ملاحظات على هذا الحوار. أول ملاحظة أن الكبير هو المبادر بالحوار، ربنا هو اللي بادر بالحوار، مش إبراهيم اللي بدأ يتكلم مع الله. يقول لنا كده في عدد 17 من إصحاح 18: فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ يبقى مين اللي بادر؟ الله هو اللي بادر. النقطة الثانية: لماذا بادر بالحديث مع إبراهيم؟ تقديرا لإبراهيم لمكانته، وتقديرا لإبراهيم لدوره المستقبلي مع أولاده. يعني أنت حبيبي لما تفتح كلام مع اللي معاك، أنت بتقدره، أنت بتحبه، أنت راجع من شغلك بتتكلم مع زوجتك مع أحداث اليوم، ده علامة حب، ده علامة تقدير. ما تستناش هي تسألك تقولك عملت ايه النهاردة، ظروفك ايه النهاردة. الله هو اللي كان مبادر، عشان كده شفنا ان ربنا هو اللي قال: هل اخفى عن ابراهيم ما انا فاعله؟ وكانت المبادرة تقدير لابراهيم. قال كده: وابراهيم يكون امة كبيرة وقوية، ويتبارك به جميع امم الارض، لان عرفت لكيوس بنيه وبيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب. ده مش كده وبس، ده ربنا هنا كان بيتكلم مع إبراهيم في موضوع لا يخص إبراهيم خالص. يعني تقول له: إيه أخبارك النهاردة؟ أنت مالك ومال شغل؟ يعني إيه مالك ومال شغل؟ أنا وأنت واحد. ربنا من محبته وثقته في إبراهيم بدأ يكلمه عن أسراره الخاصة أو أموره الخاصة اللي هي متعلقة بسدوم وعمورة. فقال له كده: إن صراخ سدوم وعمورة قد كسر، وخطيتهم قد عظمت جدا. المبادر هو الله، والمبادرة سببها حب وثقة من الله لإبراهيم. وموضوع الحديث كان ربنا بيتكلم مع إبراهيم في موضوع يخصه هو. والشيء العجيب جدا هنا، ربنا هو اللي بادر بالكلام. المفاجأة فين؟ إن أبونا إبراهيم بيعترض على الكلام. هتلاقي ده موجود في البيت، بتقول حاجة تقولك: ليه عملت كده؟ ليه قلت كده؟ أنا غلطان كلمتك؟ لا، طول بالك، شوف ربنا كان تجاوبه إزاي. أول ما بدأ يتكلم في الكلام ده قال له: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون هناك 50 بار. أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بار؟ حاشا لك أن تفعل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأسيم فيكون البار كالأسيم، حاشا لك. أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. إيه ده، إيه ده، أنت بتكلم مين؟ أنت بتكلم مين؟ ده لو قالت له مراته كده، أنت بتكلم مين؟ إيه اللي بتقولي ده؟ ده هنا إبراهيم بيقول له: أنت كده مش عادل يا رب، يعني لو عملت كده يبقى مش عادل. مين إبراهيم يقول لله كده؟ آه، يقول لله كده. يا اخي، هو انت اله لو مراتك اعترضت عليك يا اخي؟ ما تشوف الحوار ماشي ازاي. ومع ذلك كان الله طويل الاناه الى ابعد حد. 50، حاضر. طب 45، طب حاضر.
طبقوا 40، طبقوا 30، طبقوا 20، طبقوا 10. حاضر يا إبراهيم حبيبي. ياه، إيه المرونة دي؟ إيه طولة البال ده؟ عشان كده حبيبي أنا يعني بحط قدامكم القصة دي عشان أوريكم المبادئ الروحية المسيحية الإلهية في الحوار، نتعلم مع ربنا نفسه. وشيء لطيف جدا، مش تزهق بقى من الكلام والتكرار والاعتراض، خلاص كفايه 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 كده، خلاص انا غلطان اتكلمت معاك. لا يا حبيبي، ده هنا ربنا لم ينهي الحوار قبل ما ابراهيم يخلص كلامه. يقول الكتاب هنا ايه؟ وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع ابراهيم ورجع ابراهيم الى مكانه. يعني بعد ما ابراهيم خلص خالص خالص ما عادش عنده حاجه يقولها، اتقفل الحوار. تعلم انا وانت، نتعلم ازاي نتحاور ونتقبل الراي الاخر ولو باسلوب غير مريح. ازاي يبقى طويل القناه؟ ازاي ان انا ابقى مرن؟ ازاي انا اللي ببدا اتكلم بروح الحب والثقه والتقدير للي قدامي؟ طيب بس عايز اقول حاجه بقى، سيحنا موقف ابراهيم، اسف ده موقف الله من ابراهيم، انما انا عايز اسلط الضوء كمان على دور ابراهيم. عايز اناقش المتلقي للحديث بيتعامل مع الحديث ازاي، المتلقي للحديث هيعترض عليه ازاي. تعالوا نشوف. اول حاجه لاحظناها ان في حب بين الاثنين، والحب ده يعبر عنه الداله اللي بيكلم بيها ابونا ابراهيم الله، الداله اللي تخليه يقول له افتهلك البار مع الاثيم، عسى ان يكون هناك 50 بار في المدينه، افتهلك المكان ولا تصفى عنه من اجل 50 بار اللي فيه، حاشا لك ان تفعل مثل هذا الامر، ان تميت البار مع الاثيم فيكون البار كالاثيم، حاشا لك اديان كل الارض لا يصنع عدلا. ما يقدرش يقول ده الا اذا كان في حب. اصل المحبه تطرد الخوف الى خارج. احبك اقدر اعترض واقدر اقول رايي المضاد ليك، وتحبني تتقبل مني الراي المضاد. هنا عكس بني اسرائيل، عكس ادم. ابونا ادم لما شاف ربنا سمع صوته، قال له سمعت صوتك فخشيت لانه عريان فاختبأت. خايف من ربنا؟ ياه صعب قوي. ومع ذلك لانه كان بيحب ربنا، ابونا ابراهيم كان بيتكلم بداله، ما عملش زي بني اسرائيل لما قالوا لموسى تكلم معنا انت فنسمع ولا يتكلم معنا الله لألا نموت. لا انا مش خايف من ربنا، انا بحب ربنا عشان كده انا هعترض. انت تقول انا بحب جوزي عشان كده اقدر اقول له هو وجهه نظري مخالفه لرايه. بس عايز اقول لك حاجه، هنا ابونا ابراهيم كان بيتكلم من خلال الداله، من خلال الحب اللي بينهم، بس كمان كان عنده مبرر، كان عنده منطق، بيدافع عن منطق، مش معارضة لأجل المعارضة. هو مشغول بالأبرار، ما اعترضش على موت الأشرار، ما دافعش عن الأشرار اللي هيموتوا، إنما كان بيفكر في الأبرار، في منطق. قال له عسى أن يكون هناك 50 بار، هو بيتبنى قضية الأبرار عشان كده تقبل كلامه. في نفس الوقت أبونا إبراهيم في علاقته بربنا لأنه بيحب ربنا في لجاجة، ما احرجش انه يقول 50 وبعد كده اقول 45 وبعدين 40 وبعدين في داله، في حب. اطلب وكرر الطلب بس الاسلوب المناسب. يعني ايه الاسلوب المناسب؟ هو انت تفكر ابراهيم قال له حاشا واديان الارض لا يصنع عدلا كده وخلاص؟ لا، هو عارف نفسه هو مين. عشان كده لقينا ابونا ابراهيم وهو بيتكلم قال له اني قد شرعت اكلم المولى، وانا عارف نفسي انا مين، وانا تراب ورماد.
عشان كده لما واحد يعترض على رأي واحد وانت بتعترض على رأيه ولا فكره، مش تبص له من فوق لتحت. حبيبي ربما انا اللي غلطانة، ربما انا فكري غلط، بس احب اقوله. لما بغلف اعتراضي بروح الاتضاع الكلام بيتقبل. تاني، لما غلف اعتراضي بروح الاتضاع الكلام بيتقبل. اول درس للحوار، اول درس للتواصل بنتعلمه مع ربنا الاله الذي بحب بادر بالحديث، الذي بتقدير لابراهيم كلمه، الذي بحب نكلمه فيما يخصه، الذي بطول اناه سمع اعتراض ابراهيم، والذي بمرونه تراجع عن قراره عده مرات من اجل ابراهيم، والذي بطول اناه سمع ابراهيم حتى النهايه. وابراهيم بحب اتكلم، وابراهيم بمنطق اتكلم، وابراهيم باتضاع اتكلم. هو ده الحوار المثالي الذي ينبغي ان يكون بين الزوج وزوجته، بين الاب واولاده. المره الجايه مع موسى النبي وحوار الله مع موسى. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الجود. أمين.